هند وين كرتي؟ صمون؟ نعم نعم نعم. كيف يا بي صمون؟ لا 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 مو انت قد خلاص؟ يلا روحي تعال. شنو؟ خلوا تقمز تحت يلا شوف. ان شاء الله. ايش فيك مصرقع شوي شوي؟ هندو ما تعطيني الصمونة. اي صمونة؟ قلت لها تعطيني تقول لي يلا برا. يلا برا؟ ايش صمونته هذه؟ هدي فاطمة هدي. من وين لها الصمون بعرف؟ فاطمة صمونة؟ فاطمة هدي وين؟ حلو 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 حلو. عيل وين شاي الضحى؟ ليش ما حطيت لها بعد؟ شنو هذا؟ ماما حرام ماما هند من سبب ما اكلت شيء. حرمت عليك عيشتك. تدري شلون؟ دا منك ما تسمعين كلامي مخصوم منك هالشهر، وغير كذي كنيسه ما في، ايش رايك؟ يما الله يخليك لا تقصي من معاشها، خليها تروح الكنيسه. جب انت جب جب يبي محرومه مو بس اليوم هم باكر ما خليك تاكلين. امشي انت قدامي مالت عليكم. ياري أنا آسفة ما أدري ماما فاطمة بتسوي فيك كذي. ماكو مشكلة حبيبتي. شهر جاي أنا أروح كنيسة. الله يعينك على اللي أنتي فيه هند. خدامة أحن عليك من مرتبوك. معلومتش ليه قلتي اكره رد البيت. لا انت من صدقك؟ لا طبعا بروح حبيبتي. تلقين ام جاسم الحين قاطه الاكل ماكو على العرس، عرفها تحب الكشخه. لا تكفين خلينا نروح. شو ورانا نروح نتطمش؟ كوثر يا كوثر كوثر ولي يا كوثر. لحظة لحظة نورة، الحنة هذا صك راسي. إيه عبد الرحمن ريلي. لحظة مريم مريم يا مريم مريم. كاني ما جاية. روح شوفي ابوك ايش يبي. يا حبيبتي انزين. يبا خير ايش فيك؟ خير ابوي ايش ابوي؟ حطوني ماي ابوي. ان شاء الله. قوات الله. استغفر الله العظيم. هسه ما شريباك حتك صايره وايد قويه. ما ادري ايش فيني وانا ابوك، من اصبحت وانا كحي. كنا حرارتك مرتفعه؟ من الصبح وانا ابو الحق امك، وديني المستوصف، وديني الطبيب، وديني مي راضي الله هداها، تقول لي ما فيك شيء، سخونه، حط راسك ونام ارتاح على عافيتك وانت ما فيك شيء. زين انت ما اخذت دواء السكر؟ اقول لك نمت، وين اخذ دواء السكر؟ يبا الله يهديك ما يصير كذي، لازم تاخذه بوقتك اليوم. انتم بعد ما حد منكم قعدني قعطاني دواي، انا الدواء هناك وين اطوله؟ انا ما اطوله. هاك هاك يبا قواش الله يبا الله يقويك. بالعافية إن شاء الله. الله يعافيك جزاك الله خير يبا. زين يبا خذت دواء الضغط؟ لا يبا أقول لك نايم أنا. الله يهديك بس يبا ما يصير عاد إلا دواء الضغط. هم دواء الضغط لازم تاخذه. إيه ما يصير. لا لا الله عليكم ما يصير يبا كذي أطفح. كم قرا صباحي الحين انا شارب. يبا يعني شلون تصير زين؟ اشرب. جزاك الله خير ورحم الله والديك.